بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 41. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى من جملة ما ذكره سبحانه من دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حال بنائهما هذا البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة لأنفسهما أولا بالقبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. ثم دعوة للذرية لذريتهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مخلصين لك بالتوحيد. وهذا فيه أن الإنسان يخاف على نفسه من الشرك وعدم الإخلاص. إذا كان الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل طلب من الله أن يجعلهما مخلصين له، يدل هذا على أن الإنسان في خطر ما دام على قيد الحياة. ولو كان من أصلح الناس فإنه لا يأمن على نفسه من الفتنة ومن الانحراف، كما افتتن أكثر البشر وضل أكثر البشر ووقعوا في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لذلك قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مخلصين لك في أعمالنا من الشرك، منقادين لطاعتك. وحتى لو سلم الإنسان من الشرك فقد لا يسلم من الذنوب التي دون الشرك وهي خطيرة: كبائر وصغائر إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته. فقولهما عليهما السلام مسلمين لك يشمل طلب إصلاح العقيدة بالإخلاص لله عز وجل، السلامة من الشرك، ويشمل إصلاح العمل، السلامة من الذنوب والمعاصي والرياء والسمعة وغير ذلك من الآفات. ثم لم يقتصر عليهما السلام على أنفسهما، بل دعوى لذريتهما فقال: ومن ذريتنا، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. والأمة يراد بها الجماعة ويراد بها القدوة، أي اجعلهم مجتمعين على الإسلام واجعلهم قدوة لعبادك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فهذا فيه أن الوالد يدعو لأولاده مع دعائه لنفسه، ويدعو لوالديه، ويدعو لإخوانه المسلمين، ولا يقتصر على نفسه فقط، ولكن يبدأ بنفسه ثم
بأقرب الناس إليه وهم والداه وأولاده، ثم بإخوانه المسلمين، لأن المسلمين إخوة كالجسد الواحد، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم طلب من الله عز وجل أن يبين لهما شرائع دينهما، وأرنا، وفي قراءة وأرنا مناسكنا أي عباداتنا، لأن العبادات توقيفية لا يعمل منها شيء إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله، ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله بشيء لا دليل عليه من الكتاب والسنة، فإن هذا بدعة مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولهذا كان من جملة دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: وأرنا مناسكنا، أي بينها لنا حتى نعبدك بما شرعت لنا، ونتجنب البدع والمحدثات. هذا فيه دليل على أصل عظيم، وهو أن العبادات توقيفية كما يقول أهل العلم. توقيفية بمعنى أنها لا تشرع إلا بتشريع الله لها أو تشريع رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله فهو بدعة. وكثير من الناس لا يلتفتون إلى هذا الأصل، يتقربون إلى الله بما تستحسنه عقولهم ونفوسهم، أو بما أدركوا عليه آباءهم، أو أدركوا عليه الناس من غير أن يعرضوا ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله، فيقعون في الضلال البعيد، يتعبون ولا يستفيدون، بل يتعبون ويعذبون بما عملوا، لأن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أي تؤدي صاحبها إلى النار. فالله لا يرضى أن يعبد إلا بما شرع، وما لم يشرعه فإن الله لا يقبله ولا يثيب عليه، بل يعذب عليه في النار. وأرنا مناسكنا، ثم قال: وتب علينا. هذا فيه أن الإنسان لا يزكي نفسه، فهذا خليل الله وابنه إسماعيل يقولان لربهما في دعائهما له: وتب علينا. مع هذه الأعمال الجليلة التي يقومون بها يعتذرون إلى الله من التقصير، ويطلبون من الله التوبة. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يستكثر عمله
بل يعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى فيقدم الاستغفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأكمل الخلق عبادة لله يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول لربه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا اعتراف من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوفي حق الله كما ينبغي، ولكن الله جل وعلا يعفو ويتفضل ويضاعف الحسنات من عنده سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم أما ما لا تستطيعونه فإن الله يغفره بمنه وفضله وكرمه سبحانه، ويجعل العمل القليل الصالح يجعله كثيرا بالمضاعفة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، هذا توسل إلى الله بأسمائه التواب أي كثير التوبة على عباده، الرحيم كثير الرحمة لعباده، فهما توسل إلى الله باسمين من أسمائه سبحانه كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إنك أنت التواب الرحيم، والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته يكون مناسبا لحالة الدعاء، فإذا قلت اللهم اغفر لي تقول إنك أنت الغفور الرحيم، وإذا قلت اللهم تب علي تقول إنك أنت التواب الرحيم، وإذا قلت اللهم ارزقني تقول وإنك أنت الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا تأتي باسم من أسماء الله يكون مناسبا للدعاء. ثم قال عليهما السلام ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا منهم، هذا من جملة دعائهما لذريتهما. ربنا وابعث فيهم أي في هذه الذرية القاطنة في هذا الوادي المبارك حول بيت الله العتيق، ربنا وابعث فيهم أي في هذه الذرية التي حول بيتك العتيق الذي جعلته مثابة للناس وأمنا، ابعث فيهم رسولا، ابعث أي أرسل فيهم رسولا، لأن العباد بحاجة إلى الرسول أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، فلا تستغني البشرية عن الرسول الذي يدلها على الله جل وعلا وعلى عبادته وعلى جنته ويحذرها مما يضرها. وليس هذا إلا للرسول
الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى. ولذلك من رحمة الله جل وعلا أنه لم يترك البشرية منذ أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، لم يتركها بدون رسول، بل أرسل الرسل تترى متتابعة لحاجة البشرية إليها. ومن بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله النبوة في ذريته، كما قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال في إبراهيم عليه السلام: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي جاء بعد إبراهيم فإنه من ذريته، ولذلك يسمى أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإمام الحنفاء، لأن الله قال: إني جاعلك للناس إماما. وهذا من رحمة الله أنه لم يخلي البشرية من الرسل التي تدلهم على طريق الرشاد وتنهاهم عن طريق الغي، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبعد بعثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله النبوة في ذريته، وكانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت في ذرية إسحاق، لأن إبراهيم له إسماعيل وإسحاق وغيرهما من الذرية. ولهذا يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فالنبوة صارت في ذرية هذين الابنين الكريمين، إسماعيل وإسحاق. فإسحاق له يعقوب الذي هو إسرائيل، وهذا في ذريته أنبياء بني إسرائيل في ذرية يعقوب عليه السلام، ومن ذريته الروم، من ذرية إسحاق الروم وغيرهم. ولكن النبوة صارت في ذرية يعقوب، والروم أولاد العيص ابن إسحاق، وأما بنو إسرائيل فهم ذرية يعقوب ابن إسحاق، كلهم من ذرية إسرائيل إلى آخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل. ثم بعد عيسى عليه السلام فترت النبوة حوالي 500 سنة، سمى هذا الزمان بعد عيسى زمان الفترة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم على فترة من الرسل بينه
وبين عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. انتهت نبوة بني إسرائيل لعيسى عليه الصلاة والسلام، وقد قام عيسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة الطويلة اندرست آثار الرسالات لطول الزمان، ودخلها التغيير والتحريف، دخل التحريف في ديانة موسى عليه السلام، ودخل في ديانة عيسى عليه السلام، وفشت الشركيات والوثنيات، وتصرف أهل الضلال، تصرفوا في دين الله بالبدع والمحدثات والشركيات التي ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، خصوصا في دين المسيح عليه الصلاة والسلام، فإنه دخلته الوثنيات الكثيرة على يد يهودي يقال له بولس، يهودي عدو لعيسى عليه السلام، ثم ادعى أنه آمن بعيسى وأنه رآه في المنام وأنه أوصاه بوصايا، فأدخل في دين المسيح من الكفريات والشركيات ما غير به الدين، كقوله إن الله ثالث ثلاثة، قوله إن الله هو المسيح ابن مريم، قوله المسيح ابن الله، وأحدث عبادة الصليب عند النصارى، ولم يبقى على الدين الصحيح الذي عليه موسى وعيسى عليهما السلام. عيسى موسى أول أنبياء بني إسرائيل، وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، لم يبق على ديانتهما إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب، انقرضوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وفشت في بني إسماعيل الوثنية التي جلبها لهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان واليا على مكة، جلب الأصنام ووزعها في العرب وملأ منها مكة المشرفة، فغيرت ديانة إسماعيل عليه السلام في بنيه، وصاروا وثنيين، وغيرت ديانة موسى، وغيرت ديانة عيسى، وانقرض أتباع الأنبياء بقايا من أهل الكتاب، انقرضوا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بكتاب الله، كما قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم، هذه بقايا لكنها انقرضت قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأظلمت الأرض بالشرك والوثنيات حتى عند بيت الله العتيق، فجلل هذا البيت العتيق بالأصنام، فكان عليه 360 صنما، وكان على الصفا والمروة إساف ونائلة، وكان حول مكة اللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى، فاليهود حرفوا وظلوا إلا بقايا انقرضت، والنصارى حرفوا وزيفوا وغيروا دين المسيح، والعرب غيروا دين إسماعيل، فأظلمت الأرض بالشرك. فعند ذلك آذن الله سبحانه وتعالى بفجر جديد للبشرية برحمته سبحانه وتعالى، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الظلام الدامس على وجه الأرض، وتحقق بذلك دعوة إبراهيم وإسماعيل بقولهما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، تحقق ذلك وأجاب الله هذه الدعوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، وأنا بشارة أخي عيسى. فهو دعوة إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا، والله جل وعلا قريب مجيب، لم يضيع هذه الدعوة، ولكنه أخر إجابتها إلى وقتها المناسب بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وبشارة عيسى في قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، تحققت هذه البشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد اسمان كريمان له عليه الصلاة والسلام من جملة أسمائه عليه الصلاة والسلام. ربنا وابعث فيهم رسولا، الرسول هو بشر، الرسول هو بشر أوحي إليه بشرع، هو رجل من البشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا ما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أوحى الله إليه هذا القرآن وهذه السنة الصحيحة وأمر بتبليغها للناس. هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعثه آلت بالبشرية إلى هذا الظلام الدامس، انطمست آثار الرسالات السابقة، وفشى الشرك والوثنية في العالم من الكتابيين والأميين، فبعث الله هذا الرسول في هذا العالم الذي يموج بهذه الضلالات والكفريات والشركيات نورا وهدى للناس، أرسله وبعثه من هذا البلد من أم القرى
مكة المشرفة ومن جوار بيت الله العتيق، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأوجب طاعته على الثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. رجل واحد قام في العالم كله وهو يموج بالكفر والشرك والضلال، وعهد الأنبياء من قبله بعيد، يا لها من مهمة عظيمة، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته، فاختار هذا النبي من صميم العرب ومن ذرية إسماعيل عليه السلام، ومن حول هذا البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فتمت ببعثته النعمة على العالم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وامتن الله على العرب أكثر من غيرهم، لأن الله جعل هذا النبي منهم الذي هو خاتم النبيين وأفضل المرسلين، جعله من العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام، وكان الأنبياء من قبله من ذرية يعقوب من ذرية إسرائيل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. ولهذا ذكر العرب بهذه النعمة فقال هو الذي بعث في الأميين، يعني العرب سموا بالأميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، بعث الله فيها هذا النور العظيم وأخرجها من الجهالة والضلالة إلى هذا العلم العظيم وهذا الهدى الواضح. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، من قبل ما عندهم نبي ولا عندهم كتاب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم وكانوا جهالا لا يعرفون الكتاب، ما كنت تدري، يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كان الرسول في باله أنه سيلقى عليه كتاب قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فتحقق بذلك دعوة الخليل وابنه إسماعيل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا المكان الطاهر في أم القرى فقام صلى الله عليه وسلم
يدعو الناس إلى دين الله وإلى أن يرجعوا إلى دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الدين الحنيف الإسلام. رجل واحد قام بهذا العبء الثقيل، ولكن الله معه، ومن كان الله معه فإنه لا يهزم. نعم يحصل عليه مشقة ويحصل عليه مضايقات ويحصل عليه أخطار، ولكنه لا يهضم أبدا. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. كان صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان متجنبا لما عليه المشركون، فلم يعبد صنما ولم يشرب خمرا ولم يفعل ما يفعله أهله وقومه، لأن الله يريد أن يهيئه لأمر عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء في رأس الجبل، يذهب إليه لأنه لا يرى إلا الشر ولا يرى إلا الشرك، فكان يذهب إلى هذا الغار ويختفي فيه الشهر والشهران، يعبد الله عز وجل، يتعبد لله وينعزل عن هؤلاء المشركين وعن هؤلاء الوثنيين، ينعزل وحده عليه الصلاة والسلام بعدما تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كانت تزوده، فيذهب إلى هذا الغار. فبينما هو كذلك إذا بالملك جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه، إذا هو بالملك جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه وهو في هذا الغار، فيضمه ضمة شديدة ثم يطلقه ويقول له: اقرأ. ويقول: لست بقاري، ما قرأ كتاب ولا يكتب ولا. ثم يضمه ثانية ضمة شديدة حتى يخاف على نفسه، ثم يطلقه ويقول له: اقرأ. فيقول: لست بقاري. ثم يضمه ويغطه ثم يطلقه ويقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيحفظ هذه الآيات وهو يرتجف عليه الصلاة والسلام من الرعب والخوف مما رأى من الملك وغطه إياه ومفاجأته بشيء لم يكن يتوقعه. ثم يذهب إلى خديجة في بيتها رضي الله عنها ويذكر لها ما حصل له ويقول: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. استدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم، صفاته الكريمة استدلت بأنه لا يأتيه من الله إلا ما هو خير، وأن هذا الذي أتاه ليس إلا خيرا، فطمأنته صلى الله عليه وسلم. ثم طلب أن تغطيه بالدثار لأنه متأثر، فغطته وألحفته. فجاءه الملك مرة ثانية بأمر الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. في الآيات الأولى اقرأ حصلت له النبوة، وفي الآيات الثانية قم فأنذر حصلت له الرسالة، حصلت له الرسالة.
ولهذا يقول العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو الناس مختفيا، لأنه نفر واحد وسط عالم مشرك كان يدعو مختفيا. فآمنت به خديجة وأبو بكر الصديق ونفر قليل آمنوا به وكانوا مختفين أيضا، وكان يدعو الناس دعوة سرية، وكان الذين أسلموا على يده وهم نفر قليل كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، الذين أسلموا معه وهم نفر قليل صاروا يدعون إلى الله أيضا، أسلم على أيديهم نفر، تجمع حوله نفر من المسلمين القلائل الذين لا يخافون في الله لومة لائم، ودفعوا بأنفسهم إلى الخطر العظيم، لكنه الإيمان الذي إذا باشر القلوب فإنها لا تزحزحه العواصف. فقاموا معه صلى الله عليه وسلم وهم نفر قليل، وصاروا يجتمعون في دار الأرقم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه ويعلمهم، ولا يقدرون أن يذهبوا إلى البيت من المشركين، وكانوا مختفين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مدة. ثم أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلم عمر البطل المغوار الذي ينفر منه الشيطان، أسلم عمر رضي الله عنه وجاءهم في دار الأرقم، قال يا رسول الله على ما نختفي؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وأسلم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم هذان الرجلان عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، وهما أقوى رجلين في هذا البلد. وكان هذا من لطف الله سبحانه وتعالى ودعوة الرسول، فقال اللهم أعز هذا الإسلام بأحد العمرين، يعني عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام أبو جهل. فتحققت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب، فجاء مسلما وقال لمن اختفي يا رسول الله؟ فخرجوا إلى البيت، بين حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. فلما رأى مشركو قريش رأوا الرسول وأصحابه ومعهم عمر وحمزة، حينئذ تخاذلوا، وكان إسلام عمر أول عز للإسلام. ثم ازدادت دعوته صلى الله عليه وسلم، وصار الناس يسلمون النفر والنفران، ولكن لا يزال المشركون يشددون الخناق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، يشددون الخناق جدا، ويحصل منهم مضاربات للمسلمين، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه حتى نقل إلى بيته محمولا، ولكنه الصبر تحمل. إلا أن الله أيد هذا الرسول بعمه أبي طالب، وكان على الشرك، ولكن الله أيده به، وأيده بزوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. ثم السنة السابعة توفي أبو طالب وتوفيت خديجة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي بلا أحد يناصره في مقام أبي طالب وفي مقام خديجة رضي الله عنها، فحزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، واشتد هذا المشركين عليه لما مات عمه أبو طالب،
اشتد أذاهم. خرج إلى الطائف لعله يجد في الطائف القرية الثانية، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف. خرج إلى الطائف لعله يجد من يناصره، ولكنهم ردوه ردا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يقذفونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه. ثم رجع إلى مكة، رجع إلى مكة التي لم يعلم فيها إلا أهل الشر والكفر والنفاق والكفر والشرك والعداوة الشديدة له ولأصحابه. لكن أين يذهب؟ رجع إلى مكة، وبينما هو يصلي صلاة الفجر في وادي نخل ويقرأ القرآن، إذا بالجن يأتون ويستمعون القرآن، ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، إلى آخر الآيات. قال له مولاه زيد بن حارثة إلى أين تذهب يا رسول الله وقد أخرجوك؟ قال صلى الله عليه وسلم يا زيد إن الله سيجعل فرجا ومخرجا مما ترى. ثم إنه طلب من أحد المشركين مطعم بن عدي أن يجيره حتى يدخل إلى مكة، ما يدخلها إلا بأحد يجيره، فأجاره المطعم بن عدي وهو كافر، وجمع أولاده وحملهم السلاح فصاروا يمشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى دخل إلى الكعبة وطاف بها وهم يحمونه بأسلحتهم. ثم اشتد أذاهم وحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب، وكتبوا صحيفة يقاطعون فيها رسول الله ومن معه يسمونها صحيفة القطيعة، وعلقوها بالكعبة أن لا يبيعوا عليهم وأن لا يزوجوهم وأن لا يخالطوهم، حصروهم في الشعب حتى أيسر الله من عقلاء قريش من أشفق على رسول الله وعلى صحابته وقرابتهم، فنقضوا هذه الصحيفة وخرج رسول الله وأصحابه من الشعب. ثم أذن الله له بالهجرة إلى المدينة بعدما جاء الأنصار وبايعوه على فترتين على أن يهاجر إليهم وأن يناصروه ويدافعوا عنه، فحصلت الهجرة. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة تجمع حوله المسلمون من المهاجرين والأنصار وصاروا دولة عظيمة. ثم قادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى غيرها إلى أن انتهى الأمر في السنة الثامنة من الهجرة، السنة الثامنة من الهجرة، أن غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة التي أخرج منها، غزاها بجيش عظيم جرار، خرج منها هو وواحد معه من أصحابه فقط، إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار، غار ثور، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خرج مختفيين حتى وصل إلى المدينة، ما هي إلا 8 سنين حتى رجع ومعه 10,000 من المهاجرين والأنصار. ففتح الله له مكة التي أخرج منها وأطلقها من يد المشركين وجعلها في يد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. هذه نتيجة الصبر ونتيجة اليقين ب
بما عند الله سبحانه وتعالى، ونتيجة التحمل هذه نتائج الصبر ونتائج اليقين ونتائج الإيمان ونتائج الجهاد في سبيل الله عز وجل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. لما فتح مكة أباد هذه الأصنام التي حول الكعبة والتي في أقطارها اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أبادها وأعلن التوحيد وأعاد الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من قريش، لأن قريش هم ذرية إسماعيل، رسولا منهم فهو من قريش عليه الصلاة والسلام، ومن العرب ومن قريش ومن بني هاشم، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. فنبوته صلى الله عليه وسلم كانت غيظا على اليهود، لأن اليهود يريدون أن تكون النبوة فيهم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العرب حسدوهم، حسدوا رسول الله، حسدوا العرب على هذه النعمة العظيمة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حسدوا وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهذا إجابة لقول الخليل وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فهو رسول من العرب، وهو عام، رسالته عامة لجميع العرب والعجم والأبيض والأسود، كل أهل الأرض، ولكن المنة على العرب أكثر من غيرهم، لأن هذا الرسول منهم، وهم المحملون تبليغ هذه الرسالة أكثر من غيرهم. ولهذا يقول جل وعلا وإنه لذكر لك، يعني القرآن، لذكر لك ولقومك، يعني العرب، وسوف تسألون، لذكر يعني لشرف، لشرف لك ولقومك يعني العرب، وسوف تسألون. فالله بعثه إلى العرب أصالة، وإلى الناس تبعا، إلى البشرية تبعا للعرب، وهذا شرف للعرب أن الله جعلهم في القيادة وحملهم القيادة للبشرية، هذا شرف عظيم لبني إسماعيل ولمن آمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب، فالفضل عليهم أكثر. والذي بعث في الأميين رسولا منهم، ولم يبعثه من العجم، بل هو منهم بلسانهم وبنسبهم، يعرفون مولده ونشأته ويعرفون سيرته. وهكذا الله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لم يجعله من العجم ويرسله إلى العرب. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فهذا من تمام النعمة على هذا الحي من العرب خاصة، وعلى العالم عامة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، القرآن، يسمعهم إياه ويعلمهم الكتاب الحكمة، يحفظهم هذا الكتاب ويتلقونه عنه ويتحملونه عنه ويقرؤونه لأنفسهم وعلى الناس، ويعلمونه ويعلمهم الكتاب والقرآن والحكمة. قيل هي السنة، السنة يعني الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحكمة، لأن هذه السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، كما قال سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفون فيه.
الرسول مبين ومبلغ ومفسر لهذا القرآن، فكل السنة الأحاديث كلها توضح هذا القرآن وتفسره وتدل عليه. وقيل المراد بالحكمة الفهم، يعلمهم الكتاب نصا وحفظا، والحكمة هي الفهم والفقه في هذا الكتاب، ولا تنافي بين التفسيرين، فإن الحكمة تشمل السنة وهي الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشمل الفقه في دين الله عز وجل. كم تتصورون ما حصل من الفقه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة؟ هذا الفقه العظيم الذي انتشر في المشارق والمغارب، وتخرج عليه فقهاء علماء أحبار لم يكن في الأمم السابقة مثلهم. العجم الذين كانوا عجما لا يعرفون العربية تعلموها وصاروا من أفصح الناس بها، وفهموا كتاب الله، تخرج منهم الرجال المحدثون والفقهاء، البخاري وإسحاق بن راهويه، ويعني لا يحصى عددهم، سلمان الفارسي من فارس، وغيرهم وغيرهم. هذا القرآن سره عظيم، تخرج عليه الأمم بعد الأمم من الفقهاء والعلماء والأحبار والرهبان الذين يعبدون الله عز وجل عبادة صحيحة، وليسوا كالأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل في بني إسرائيل، بل هم أحبار بالمعنى الصحيح ورهبان بالمعنى الصحيح. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يزكيهم ايش؟ يزكيهم تزكية التطهير، يطهرهم من ايش؟ من الشرك والوثنيات ومن الأخلاق البذيئة والأخلاق الرديئة، ويرفعهم إلى أعلى المقامات في الأخلاق. فهذا الإسلام يربي المسلمين على أكرم الأخلاق وأفضل الأخلاق، لا كذب ولا غش ولا خديعة ولا مكر ولا حيل، وإن